انا اول مره اسافر الاقيه فاضي كده، عشان المرض المنتشر مفيش اي حد في المطار خالص، يعني المطار هو هو كله فاضي خالص. دلوقتي وصلت المطار وعملت تشيك ان وكل حاجه. الطياره الساعه 6، الساعه دلوقتي 3:30، فاضل ساعتين ونص 3 على الطياره. المطار هو يعني هوريكم المطار دلوقتي، المطار فاضي بسبب المرض ده، مفيش بني ادمين خالص في المطار. المطار يعني انا اول ما اشوف المطار كده فعلا مطار فاضي بطريقه مش طبيعيه، يعني بسبب المرض المنتشر كل حاجه قافله، محلات الاكل، الكافيهات، كل حاجه في المطار قافله. وغير كده المطار فاضي بطريقه مش طبيعيه، يعني اكنك واخد طيران داخلي. يعني انا في الانترناشونال ايربورت بس المطار فاضي، يعني بشكل كل حاجه فاضيه، المكان هو خالص مفيش ناس. يعني انت المفروض طول ما انا ماشي بخبط في ناس، طول ما انا ماشي في المطار بخبط في ناس طبيعي، بس عشان المواد المنتشره ما في، يعني انت كل 100 متر تلاقي 2 3. فيعني حاجه غريبه الصراحه ان انت تبقى مسافر بره البلد ومش لاقي اصلا ناس في المطار. فهحاول اوريكم على قد ما اقدر حاجات في المطار، والمطار فاضي ولا مليان، اوريكم برضه الطياره تبقى فاضيه ولا مليانه وكده. المطاعم والكافيهات قافلة، يعني مفيش حياة في المطار خالص، كل حاجة قافلة، حتى مش لاقي مكان اشتري منه سناكس ولا مشروبات ولا أي حاجة. للطيارة مش لاقي حاجة، يعني كل حاجة قافلة، يعني حتى أنا بدور حاجات هشتريها عشان أفطر بيها في الطيارة مفيش، كل المحلات دي قافلة. شوف بقى هنقضي ال 12 ساعة لإسطنبول، 12 ساعة 47، 12 ساعة شوف هنسمع ايه، في أفلام جديدة نسمعها نضيع فيها الوقت، لما المغرب يجي الواحد يبقى يفطر ويكمل أفلام. طبعا عشان المرض موجود مفيش حد يقعد جنبك، يبقى في كرسي فاضي، فالواحد يقعد كده يسمع كام فيلم لحد ما يضيع وقت بقى ويحاول ينام له ساعتين ولا حاجة. لحمة
خدتش ولا ساعة. ده الحمام بتاع الطيارة. واحد طويل زي ما مش عارف يقف. مفيش مساحة. بعد 13 ساعة طيران وبتاع نص ساعة تفتيش في مطار تركيا وصلت مطار اسطنبول. عندي ترانزيت 8 ساعات موال لسه 8 ساعات وطبعا ما نمشي في الطيارة واضح لشكلي، فحاول انام لي ساعتين في اي حتة واشتري اكل. النهاية اللي كانت خالص صح، فلسه قدامي بتاع 10-12 ساعة عبا ما اوصل اسكندرية، فخليكوا معانا يوم طويل لسه. طبعا عشان اكل محتاج اغير فلوس، فاروح اغير دولارات لليره تركي، اصرف بيهم كام ساعه لقيتهم في المطار ونجيب شويه اكل. فنشوف هيعملوا كام بقى، غير 50 دولار ولا حاجه. Hello. I want to change $40 into liras, Turkey liras, Turkish liras. $268. Okay. Passport? Yes. Do you? حولنا فلوس، جبت وجبه تشيكن برجر تشيكن وبطاطس وحاجه ساقعه. الوجبتين عاملين 150 ليره. 150 ليره يعني بتجيب 25 دولار ولا حاجه وجبتين. الواحد ياكلهم، ما كان صايم وما كانش طول اليوم. الساعه دلوقتي 8:30 في تركيا. انا واصل تركيا الساعه 4:10 او 3، فاضل لي 7 ساعات على الطياره بتاعت اسكندريه، وطبعا مطبق كده داخل في حاجه 30 ساعه فمش قادر.
حبيبي.